على مدى يومين استضافت العاصمة الكازاخستانية محادثات بين وفد الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة برعاية روسيا وتركيا وإيران. محادثات ركزت في الأساس على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان في أواخر ديسمبر الماضي. وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف أكد أن اجتماع أستانا سيضمن نجاح مفاوضات جنيف في 8 فبراير المقبل. أما المعارضة السورية فأكدت أن روسيا تحولت من طرف في النزاع إلى ضامن. الروسي انتقل من مرحلة أو من كونه طرفا في القتال إلى يحاول أن يكون طرفا ضامنا ويبذل الجهود ويجد كثيرا من العقبات من خلال ما يعني نجده من عنت من قوات حزب الله وإيران ونظام الأسدي. بينما قال رئيس الوفد الحكومي إلى المحادثات بشار الجعفري إن اجتماع أستانا نجح في تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، داعيا المعارضة إلى العمل إلى إعادة إعمار سوريا. قمنا بكل ما يمكن أن يذلل العقبات، ولهذا نعتقد بأن اجتماع أستانا قد نجح في تحقيق هدف تثبيت وقف الأعمال القتالية لفترة محددة، الأمر الذي يمهد للحوار السياسي القائم بين السوريين. المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أكد أن المحادثات في أستانا ستكون منصة لمحادثات جنيف المقبلة. أود أن أشدد على أن هذا الاجتماع ساعد على استحداث الظروف المساعدة لانخراط الأطراف السورية في المفاوضات السياسية. هذا مهم لأنه كما قال البيان أنه قفزة كبيرة لاستئناف المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة الشهر المقبل. من أستانا إلى جنيف ستعود من جديد أطراف الأزمة بحثا عن حل ينهي الحرب في سوريا. لم يتعد الإنجاز الرئيسي لمحادثات أستانا اتفاق الدول الراعية على تشكيل آلية مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا. أما الملفات السياسية فسيتم ترحيلها إلى مؤتمر جنيف المزمع عقده الشهر المقبل. سلمان أبو دقة، سكاي نيوز عربية، أستانا.